الإمبراطور إبان فترة الثورة. كشف المقدم كيداني من قوات الدفاع الإريترية والعضو السابق في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عددا من أساليب الدكتاتور إسياس في تصفية المناضلين الذين يختلفون معه في الرأي، وشرح كيف تقوم بعد ذلك أبواقه بوصف الضحية بالمنتحر أو المخمور وما إلى آخره من الأوصاف الملفقة والمشينة لسمعة الضحية المغدور به، إمعانا في تشويه الوقايا وتزييف الحقائق. وعلى الرغم من قسوة هذه الافتراءات وشدة وطأتها على النفس، إلا أنه ما من أحد كان يستطيع للأسف شجبها أو تفنيدها. ولعل الجميع يذكر كيف تمت تصفية الشهيد عبدالله داود مسؤول الخدمة المدنية قبيل إعلان الاستقلال، وما ادعته يومئذ سلطات النظام في تقرير رسمي لها أن الشهيد انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه في الطريق العام، وأنه كان مدمنا للكحول، وهو ما يؤكد صحة ما يرويه المقدم كيداني عن أساليب الطاغية في طمس وإخفاء معالم جرائمه. كما بيّن المقدم السابق في الجيش الإريتري أن رئيس الزمرة اغتال عددا من المناضلين في الميدان، من أبرزهم الدكتور بأمنت زوج